يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، والتفسير الراجح في قوله سبحانه وتعالى عن لوط أنه قال هؤلاء بناتي هن أطهر لكم؟ بناته يعني نساء المؤمنين، لأنها بنات للنبي، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وفي قراءة النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، وفي قراءة وهو أبوهم، فبناته يعني في الإيمان والدين. نعم.